أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نخصص هذه الساعة للحديث عن مبادرة حياة كريمة ودورها في تغيير وتطوير الريف المصري، وسيكون ذلك مع ضيفي الدكتور صلاح هاشم رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية. كما سنتحدث عن توطين الصناعة المحلية في مبادرة حياة كريمة وكيف ستكون فرصة للقطاع الصناعي لتحسين جودة منتجاته وتحقيق أرباح جيدة من خلال المشاركة في مبادرة حياة كريمة. وفي هذا الملف سنستضيف المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تم رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة من مراحل المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس اليوم المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في المبادرة. احنا بنعمل ده عشان ده واجبنا. واجبنا تجاه بلدنا وكل مسؤول مشارك معانا، سواء كان الكهرباء أو الإسكان أو الزراعة أو الري. في برنامج ضخم لكل وزارة داخل القرى ديت عشان فعلا الهدف اللي احنا حاطينه يتحقق. احنا رصدين لكل مرحلة على الأقل 200 مليار جنيه، يعني بنتكلم في الثلاث سنين دول. احنا قلنا الأول 450 مليار، وبعدين الدكتور مصطفى لما عرض هو المجموعة الوزارية المعنية بالموضوع، لقينا ان الرقم ممكن يقفز ل 200 مليار جنيه في المرحلة الواحدة. وانا قلت له احنا ما فيش مشكلة، يعني حتى لو كان كده، حتى لو كان الرقم اللي احنا كنا مقدرينه هيقفز ال 50 مليار ندبرهم، بس في سبيل ايه؟ وارجو ان كل اللي بيسمعني، سواء في القرى اللي هنشتغل فيها او القرى اللي هنشتغل فيها، الاول بقول لكل المصانع المصريه لديكم فرصه حقيقيه لتطوير قدراتكم وامكانياتكم وتحسين جوده المنتج بتاعكم، لان احنا في الاصل بنقول إن الأولوية للصناعة المصرية طالما وجدت المواد والخامات اللي بتستخدم يبقى الأولوية للإيه؟ لحاجتنا، للصناعة بتاعتنا. هذا وأوضح الرئيس السيسي أن لكل وزارة من الوزارات المعنية بتطبيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة برنامجا ضخما لتحقيق الهدف المنشود، سواء تعليم أو صحة أو اتصالات أو زراعة. وأكد الرئيس أن نتائج المبادرة ستكون مفرحة للجميع. العمل ضخم جدا، لأن احنا مش داخلين نعمل بس الصرف الصحي أو نحسن من مية الشرب أو نحسن من الكهرباء، لا، احنا داخلين نعمل برنامج متكامل، سواء كان التعليم أو الصحة أو الاتصالات أو الزراعة. فيعني ناويين بفضل الله سبحانه وتعالى طبقا للتخطيط المعمول إن احنا فعلا يعني ندخل الريف في ال 52 مركز دول، ويكون النتيجة بتاعتهم نتيجة تفرحنا وتسعدنا كلنا. يتبقى زي ما قلت كده ان المجموعات العمل ديت تبقى عندها جزء كبير من اللامركزية في إدارة الموقف على الأرض أو في المراكز ديت أو في القرى ديت، لأنها ليست قرى متشابهة. يعني احنا كل قرية هتبقى لها ظروفها، فعايزة ان المعني بالموضوع القائم على العمل يبقى منتبه جدا جدا ان هو يحقق افضل شيء من غير ما يعني ما يبقى فيه مشكله. يعني ده مجموعات العمل، وبالتالي احنا
في وثيقة إصدار حياة كريمة إحنا المعنيين بالمراكز على الأقل مجموعات عملهم إحنا هنصدرهم في وثيقة يا دكتور مصطفى، عشان ده تاريخ، لأن المشروع اللي بيتعمل ده مشروع ضخم جدا جدا. أتصور ما فيش كتير من دول العالم ممكن تتحرك بالطريقة ديت يعني. وفي هذا السياق دعا الرئيس السيسي منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير 500,000 منزل، موضحا أن هناك آلية لتنفيذ ذلك من خلال إنفاق جهة واحدة على تنفيذ المشروع من خلال صندوق تحيا مصر. طب أهل القرية ما يساعدوش معنا؟ طب منظمات المجتمع المدني ما يساعدوش معنا؟ طيب كل من عايز يساعد في حياة كريمة ما يساعدش معنا؟ يعني كل قطاعات الدولة ما تحطش أرقام. أنا بقول إن اللي أنا بتكلم فيه ده، أنت كنت بتشوف بيت معمول جدار أبيض كده وعليه عروش بقى يعني فروع شجر مش عارف أي حاجة يعني. لا أنا مش هعمله كده، أنا مش هعمله كده، أنا هعمله إن شاء الله بما يليق بالناس وفي كل حاجة إن شاء الله كويسة، بس ده تكاليف كتير. فأنا بتكلم فقط على 150,000 بيت يعني عايزين يتبنوا وعايزين يتعملوا بيت يتسكن فيه، في ثلاث أوض وفي يعني حاجته اللي هي خدماته المطبخ والبيت الأمور التانية. ده فلوس كتير، ده ملوش علاقة بالصرف الصحي اللي هو بيتوصل، ده ملوش علاقة بتحسين الكهرباء والمية، ده ملوش علاقة برصف الطرق، ده ملوش علاقة بتبطين الترع، ده ملوش علاقة بالخدمات اللي بتتعمل بشكل نمطناها على مستوى الريف عشان تبقى المدرسة اللي هنا، الوحدة البيطرية اللي هنا، المركز الطبي اللي هنا، كل حاجة، الوحدة الزراعية، كلهم شكل واحد في الريف المصري كله. مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ونتابع بعده ملفاتنا. الخلافة دي مش في الإسلام. رجع الأمور لنصابها وإلا هتفجر مصر. ما كانش لينا مستقبل. هيرشوا بالمية هرشوا بالدم. كان جالنا تهديدات صريحة مباشرة. كان الصدمات الحقيقة. خبطوا دماغكم في الحيط.
think Egypt could have been a locus for other international terrorist groups. النهارده يبقى عدى 8 سنين على يوم عظيم. يوم صدر في الشعب المصري ملحمه. 30/6 عودة روح. دي حياتنا. كل الاشاعات اللي طلعت في الفتره دي كنا احنا اللي بنروجها وبنصدقها. من ابرز الاشاعات عبد الفتاح السيسي اخواني. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. بلدي يا عم وارضي. كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني. مصر ام الدنيا. النهارده عدى 8 سنين على ثوره المصريين على الاخوان اللي بيقولوا عن نفسهم مسلمين. هيكون في دماء، هيكون في سيارات مفخخه. 8 سنين مروا على الكذب والتزييف، الاستقطاب. المصريين ادركوا انهم عملوا مصيبه كبيره جدا ان الناس دي وصلت للحكم. والفتنه معهم كل انواع الاسلحه، ما تتخيله وما لا تتخيله. هم كان هدفهم المسجد، محدش كان عارف الطلقات جايه منين. الخراب، تدمير، يخرب بيت امك ارحى. 8 سنين عدت على ذكرى تحرير مصر من أسوأ احتلال عدى عليها. اخطر تنظيم اتصل بمصر سياسيا. انت عملت طالبان وانت عملت قاعده جديده في مصر. في وطن وفي جماعه، اختار انت بقى. النهارده جه الوقت اللي فيه نتكلم، نحكي الحكايه زي ما حصلت، حكايه قرار اجراء انتخابات رئاسيه مبكره، قرار حرر مصر من احتلال جماعه الاخوان. قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب. قاعدة عسكرية تتوافق منشآتها مع كود القواعد البحرية العالمية. نطاق عسكري متكامل يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية على طول الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي والغربي، والتي سينفذ بها المناورة قادر 2021. قاعدة 3 يوليو البحرية، سادة البحار. أهلا بكم من جديد. مبادرة حياة كريمة ستسهم في تغيير حياة نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري من خلال تخصيص 200 مليار جنيه لكل مرحلة من مراحلها الثلاث. كيف سيستفيد قاطن الريف من هذه المبادرة؟ هذا ما سنتعرف عليه من ضيفنا عبر الهاتف، الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية. أهلا وسهلا دكتور صلاح. وثورة 30 من يونيو كانت بداية عهد جديد لمصر، واليوم مصر تبدأ عهدا جديدا في تطوير الريف. برأيك كيف سيشكل ذلك أهمية في الاقتصاد المصري؟ بخير يا فندم عليك وعلى السادة المشاهدين. بأكرر التهنية للشعب المصري بمناسبة الذكرى 30 يونيو. هذه النقطة الفارقة في تاريخ مصر الحديث، فارقة اجتماعيا وفارقة اقتصاديا وفارقة سياسيا وفارقة أيضا ثقافيا، فارقة أيضا في النهج الحقوقية التي تمتع بها المواطن المصري.
تغيير شامل في الأمكنة المصرية، تغيير في المكان، وتغيير أيضا في الإنسان المصري الذي استهدفته. إذا كانت مصر هي الهدف الأول لثورة 30 يونيو، فالإنسان المصري هو الهدف الأول لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت مع ثورة 30 يونيو في نوفمبر 2016، وبدأ المواطن المصري والدولة المصرية بأكملها تحفظ هذه الثمار في هذه الأونة من خلال المبادرة القومية أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذه المبادرة التي كان لها دور كبير جدا على مستوى معيشة الإنسان المصري، والذي لديها أهداف أخرى من خلال تطوير الريف المصري، تطوير أكثر من 4,584 قرية وأكثر من 25,000 تابع. مبادرة رئاسية شاملة لأنها بتتضمن أكبر عدد من القرى المستهدفة على مستوى العالم، بتتضمن حوالي أكثر من 56%، بتستهدف أكثر من 56% من سكان مصر، يعني حوالي 58 مليون مواطن مصري بيستفيد من هذه المبادرة. مبادرة شاملة لأنها كمان بتتكامل فيها كل قطاعات الدولة، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي أو القطاع الخاص. شفنا من شوية إزاي السيد الرئيس يكلف منظمات المجتمع المدني أنها تتولى تطوير أكثر من 500,000 مسكن ريفي، يعني حوالي يستفيد منه 2.5 مليون مواطن مصري في الريف المصري. الجهات الأهلية اللي هي تهدف 20% من تكلفة المرحلة الأولى من هذه المبادرة. المرحلة الثانية طبعا اللي احنا فيها دلوقتي التي تم إطلاقها اليوم بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه مصري، تغيير الوجه الحضاري للقرية المصرية بما يليق مع المواطن المصري، المواطن الذي استهدفته ثورة 30 يونيو. الرئيس قال اليوم أن المبادرة لا تقتصر على تطوير الصرف الصحي أو رصف الطرق فقط، إنما تتضمن برنامج حياة بالكامل. لو تشرح لنا الفلسفة وراء هذا المشروع. هو طبعا فلسفة تطوير المكان زي ما قلت مستوية، تطوير المكان الذي يعيش فيه الإنسان، بحيث يعني يمكن توصيل الإنسان المصري اللي هو كان مقدم على الهجرة، عدم حد من الفقر الريفي، الحد من معدلات البطالة. هذه المبادرة تقوم على محورين أساسيين. المحور الأول يرتبط بالبنية التحتية، وهو طبعا الصرف الصحي ومياه الشرب النقية ووصلات مياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء، وصلها لكافة التجمعات السكانية الريفية. حتى لو كان التجمع الريفي ده 2000 نسمة برضو هيتم استفادته من هذه المبادرة. المحور الآخر هو التنمية الاجتماعية والاقتصادية، هو تحسين صحة الأم والطفل، اهتمام بالتعليم، محو الأمية، دهانات المنازل، أسقف المنازل، مشروعات إنتاجية صغيرة للأسر محدودة الدخل، وإيجاد فرص عمل بديلة بالنسبة للمواطنين المقدمين على الهجرة أو الذين يعانون من الفقر الريفي أو البطالة. هي لا تقتصر فقط على خدمة معينة زي الرعاية الصحية أو التعليم أو محو الأمية أو حتى الهدف الاقتصادي، ولكن هي حياة كاملة لأنها تشمل كافة الجوانب الحياة الإنسانية، نوعية حياة المواطن المصري. الحياة أكثر من محور، محور تعليمي، محور صحي، محور مرتبط بالبنية التحتية، محور مهتم بالثقافة، محور مهتم بالخدمات الاجتماعية. وبالتالي أنا بأعيد هيكلة القرية المصرية وأعيد خلخلة السكان من جديد، بحيث المواطن إذا حس إنه بيعيش في قرية أو مجتمع آمن اقتصاديا، آمن صحيا، آمن تعليميا، آمن ثقافيا، ده هيمنعه من الهجرة غير الشرعية، وبالتالي هنقدر نوصل المواطن ونرفع معدلات الانتماء للمواطن المصري داخل هذه القرى. ده بمعناه الكامل لمعنى الحياة. بالإضافة للأستاذ الدين، هو الميننج أوف لايف، هو معنى حياة المواطن المصري، هو اشتاق لمعنى الحياة. طبعا من خلال الترفيه، طبعا الأعمال المتعلقة بالترفيه والرحلات والأنشطة الثقافية والترفيهية اللي يتم توجيهها. احنا شفنا ازاي بنفتح المسرح الروماني في أسوان دلوقتي، ونفتح سينمائات في داخل الصعيد ومسارح، ده ما كانش موجود أبدا، ولكن ده الهدف منه هو الارتقاء بالفكر المصري. نعم. الارتقاء بالثقافة المصرية. نعم.
دكتور صلاح هاشم، أرجو أن تبقى معنا، فسنتوقف مشاهدينا الكرام مع فاصل قصير ثم نتابع معكم تغطيتنا لمبادرة حياة كريمة، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد. تحظى الفئة الأولى بالرعاية باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية عبر العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة بعد ثورة 30 من يونيو لتمكين هذه الفئات اقتصاديا. المزيد في هذا التقرير. اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية حظيت به الفئات الأولى بالرعاية لتمكينها اقتصاديا عبر العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة بعد ثورة 30 من يونيو، وذلك من خلال تزاوج محوري الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لضمان حياة كريمة للمواطنين في جميع ربوع مصر. العمالة غير المنتظمة الذين يصل عددهم إلى 8 ملايين شخص كانت على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية، فأطلقت مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا لتخفيف تداعيات الأزمة عليهم ودعمهم اقتصادياً واجتماعياً في الفترة الحالية. وخلال أزمة كورونا تم ضم أكثر من 400,000 أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، ثم تلتها 200,000 أسرة أخرى ليشهد عام 2020 إضافة أكثر من 600,000 أسرة جديدة إلى هذين البرنامجين. ووصل إجمالي المستفيدين من الدعم النقدي فقط إلى 3,800,000 أسرة بإجمالي 14,200,000 مواطن. ولبرنامجي تكافل وكرامة أهداف اقتصادية واجتماعية وإنسانية كثيرة، حيث وجهت الدولة البرنامجين إلى الأسر التي لديها أطفال ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة حتى المرحلة الثانوية، أو صغار يحتاجون للرعاية والمتابعة الصحية، بالإضافة إلى كبار السن فوق 65 عاماً والذين لا تتوفر لديهم القدرة على العمل ولا يوجد لديهم مصادر دخل ثابتة أو تمنعهم إعاقات عن العمل والكسب. ويحقق كلا البرنامجين المعنى السامي الذي تريده الدولة لتحسين الظروف المعيشية لحياة أسر تحتاج إلى تدخل حاسم منها لمد يد العون لهم، فلا تقتصر المساندة على الدعم المالي فقط، بل تمتد إلى توفير فرص العمل وتأهيل المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي. وأجدد التحية بضيفي صلاح هاشم. دكتور صلاح، يعني من خلال مبادرة حياة كريمة، كيف ستعزز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في هذه المبادرة من تحقيق أقصى استفادة لأهالي الريف؟ المنظمات المجتمع المدني هي الذراع التنموي لوزارة التضامن الاجتماعي. احنا بنتكلم حوالي قرابة 54,000 جمعية أهلية شارك في المرحلة الأولى من هذه المبادرة، 23 جمعية أهلية أعتقد بمساهمة تمثل 20% من قيمة الانفاقات التي حدثت أو التي تم حصرها في المرحلة الأولى من حياة كريمة. وزارة التضامن بتمثل طبعا المسؤولة عن برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية أو تنسيق هذا الملف بشكل كبير، وتعتمد على الجامعات الأهلية باعتبار الجامعات الأهلية هي الأقرب بالنسبة للقرى والنجوع والأزر أو الأماكن التي ربما لا تستطيع أن تصلها يد الدولة، هي المعرفة على احتياجاتها. يمكن السيد الرئيس أكد على أنه ما فيش برنامج نموذج واحد لحياة كريمة، ولكن هناك نماذج متعددة تتناسب مع احتياجات وظروف كل قرية، وبالتالي برامج التنمية اللي بينفع في برنامج في الريف في جنوب مصر ربما لا يصلح في الشمال أو في الدلتا، فلكل منطقة جغرافية لكل قرية نموذج تنموي خاص بها، بنقدر نرصد هذا النموذج من خلال احتياجات هذه القرية والثقافة الموجودة فيها ونمط الإنتاج الشائع داخل هذه القرى، بالإضافة كمان إلى معدلات الأمنية، خدمات الرعاية الصحية، هي إذا كان في هذه القرية خدمات تعليم بنطورها، ما فيش بننشئ مدارس جديدة، في خدمات صحية بنطورها، ما فيش بننشئ وحدات صحية جديدة، بنرصد طرق
رئيسية. البرامج الاقتصادية أو البرنامج المتعلقة بتنمية داخل الأسرة، طبعا كل معروف أن كل قرية لها نمط إنتاجي متميز، في تجمعات صناعية لتجميع الألبان، لإنتاج الداجني، للحرف اليدوية، للمنتجات الزراعية. نعم. في كل قرية لها نموذج، وبالتالي بنعتمد على في رصد هذا النموذج على الجمعيات الأهلية باعتبارها المؤسسات الأقرب إلى احتياجات الناس والمعرفة بحلول المشاكل. الدكتور صلاح هاشم رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. إن شاء الله إن شاء الله هندخل الريف في خلال الثلاث سنين دول ونخرج منه حاجة تانية خالص. تعد مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري فرصة لدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعات الوطنية، حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب. نتحدث عن هذا الموضوع مع المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أهلا وسهلا بحضرتك مهندس علاء، ومن وجهة نظرك كيف يستفيد القطاع الصناعي خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من مبادرة حياة كريمة لتطوير ريف مصر؟ أولا مساء الخير، ولا أقول لك مساء الثورة؟ أنا بفضل دايما كلمة مساء الثورة، لأن من عدد معين من هذه السنين كنا بنقعد كلنا نقعد ننتظر ايه اللي هيتقال وايه اللي هيحصل، كلنا حاطين ايدينا على قلوبنا ومش عارفين ايه اللي هيحصل. ففعلا الحمد لله اللي حصل ده شيء جيد، ولحد النهارده بنتكلم عليه وبنذكره. طيب طبعا حضرتك بتتكلم دلوقتي على حياة كريمة، علشان نتكلم على مبادرة حياة كريمة قبليها بشويه لازم نرجع ونقول هل كان ممكن تتعمل هذه المبادره وانت عندك ازمه طاقه مثلا وانت ما عندكيش طرق مثلا؟ بالطبع لا، كان لازم يبقى نمره واحد يبقى عندك هذه الادوات علشان تقدري توصلي انك تعملي حاجه اسمها حياه كريمه اصلا من البدايه كده. وبناء عليه انت كان لازم ايه، يبقى عندك فائض كهرباء، فائض طاقة سواء غاز أو غيره عشان تقدري تعملي كده. طيب لما بدأت مبادرة حياة كريمة كانت بتشتغل على كذا محور. أول محور إنك تضخي فلوس ضخمة جدا، وهذه الفلوس دي تنضخ جوه شرايين الاقتصاد المصري، يعني إن الفلوس اللي هيتعمل بيها هذه المبادرة اللي هينتج المصري واللي هيشتغل المصري، وبناء عليه يبقى ضخيتي مبلغ من المال لإنعاش الاقتصاد المصري. يبقى دي أول مصلحة أنت بتستفيديها من هذا الكلام، أنك بتقوي اقتصادك، بتقوي مصانعك، بتقوي إنتاجك. دي أول نقطة. تاني نقطة أن بالطبع لما بتقدري تعملي كده فأنت بتعملي أماكن لائقة آدمية عشان الناس تعيش فيها. ما بقاش بقى النهاردة القاهرة بس واسكندرية بس، لا ده أنت بتتكلمي في أصغر مكان ممكن تتكلمي فيه. سيادة الرئيس لما كان بيقعد ومعانا كان بيتكلم دائما على الحياة الكريمة المستدامة، بمعنى ان كان دائما يقول ان طب احنا هنعمل الكرة دي
والناس دي هتعيش عيشة كريمة أو في أماكن كويسة، طب والشغل؟ فكان لازم في نفس التوقيت توجهات الحالية اللي موجودة إن يبقى عندك مجمعات صناعية موجودة في كل منطقة وتتناسب مع المنطقة نفسها، بحيث النهاردة أنت مش الهدف بس إنك تعيشي حياة كويسة وما عندوش عمل، لأ أنت عايشي كويسة وفي نفس التوقيت يكون عنده عمل بيعمله. نعم. طيب مهندس علاء الساقطي، سنتوقف مع فاصل قصير ونستكمل حوارنا بعد ذلك مباشرة. أهلا وسهلا بكم من جديد، وأرحب مرة أخرى بضيفي المهندس علاء الساقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مهندس علاء، كنا نتحدث عن استفادة القطاع الصناعي من مبادرة حياة كريمة، ومسألة توطين الصناعة تشكل أولوية قصوى للقيادة السياسية. لنتحدث عن مسألة تلبية جميع احتياجات تنفيذ المبادرة من خلال الصناعة المحلية، كيف تنظر للعوائد الاقتصادية والاجتماعية لذلك؟ برضه هرجع أقول لحاجة تاني، مساء الثورة برضه. طبعا حضرتك لما تيجي تقولي النهاردة ان في 600 مليار هينضخوا في شرايين الاقتصاد المصري في اعاده اعمار القرى، وده واقع الامر لان انت بتعيدي اعمار قرى اعتقد لو الناس شافتها قبل وبعد هتصاب بحاله غير طبيعيه من الدهشه ان الناس دي كانت عايشه بالطريقه دي. خدي بالك ان انت عندك دول حواليك النهارده محتاجه اعاده اعمار. الموضوع ممتد، الموضوع لا ينتهي على القرى وحياة كريمة، لا ده تمهيد القيادة السياسية عاملاه، لأن عندك دول كاملة بقول لحضرتك هتخش لها إعادة إعمار الفترة الجاية. فأنت لازم تهيئي نفسك وتهيئي مصانعك وتهيئي عمالك لهذا العمل، دي نقطة أولية. الموضوع مش موضوع بس الفلوس ديت، الموضوع أن الناس نفسها اللي في القرى هتبدأ تعمل وهتبدأ تشتغل وهتديلها مشاريع الدولة محتاجاها في نفس التوقيت. ما هو لما تيجي تربطي الاحداث ببعضيها هتدركي او احنا كلنا ندرك ان في توجه كامل لانعاش الصناعه في مصر. في قرارات طلعت الفتره اللي فاتت دي ان ما ينفعش منتج سيء يخش جوه مصر. يعني معنى كده ان لن يدخل جوه مصر من الاسواق العالميه سوى المنتج الجيد. والمنتج الجيد له تكلفه. اذا المنتج المصري سيستطيع ببساطه ان ينافس المنتج اللي جاي من بره. الفترة السابقة كان أي منتج أيا كان بيخش مصر، فالنتيجة إن كان المنتج الرديء اللي سعره رخيص اللي حضرتك أو أنا أو غيري بنشتريه وبعد شهر شهرين ثلاثة بيبوظ وإهدار لفلوسنا. النهارده مش هيحصل الكلام ده، فتلاقي كل الاتجاهات ماشية في سكة واحدة اللي هي النهارده تشجيع المنتج المحلي، تشجيع المستثمر الصغير، تشجيع أهل القرية إنه يبدأ ينتج. مش مجرد النهاردة تبقى زراعة، لا ممكن تبقى هندسة الزراعة، ممكن تبقى صناعة الزراعة. كل هذا الكلام بيمشي في بنفس الطريق وتوازي مع بعضه، وهتلاقوا عشان كده كل الوزارات بتعمل في نفس الطريق. إذا النهاردة هتلاقي بعد فترة زمنية لا إن المجمعات الصناعية بدأت تنتشر، المنتجات المصرية بدأت تحل محل المنتجات اللي حضرتك بتجيبها من بره او كنا بنجيبها من بره بصوره فعلا فعلا سيئه. للاسف الفتره السابقه يعني قبل الثوره كان التاجر يستطيع ان يهزم الصانع، النهارده لا. كان الدوله بتشجع التاجر ان هو يجيب ايا كان ايه اللي هيجيبه منتجات من الخارج ولم تشجع الصانع. النتيجه انك اصبحت دوله مستورده على اعلى درجه. لا، اللي بيحصل النهارده مش كده، اللي بيحصل النهارده انك بتعيدي فعلا صناعه في مصر، بتعيدي ان كان انت كان عندك صناعه كويسه جدا في يوم من الايام وكنت متقدمه فعلا صناعيا. كل الكلام ده انت بترجعيه تاني وبربطه برضه تاني واقول لك عليه بافريقيا اللي دائما اذكرها. انت النهارده افريقيا بتنظر لك كقدوه،
هتنجحي في هذه الصناعة، هتنجحي في إحياء الصناعة فعلا، هتنجحي في إعادة تعمير القرى، كل الكلام ده هم بينظروا ليكي، أنت أصبحتي في بؤرة اهتمام دول كتير حواليكي، ودايما اللي في بؤرة الاهتمام بيبقى عليه مسؤوليات. احنا فعلا علينا مسؤولية كلنا، ما هو كلنا لازم نشتغل مع بعض، وعلينا مسؤولية ان هذا المشروع ينجح. لازم يبقى في حاجة اسمها فعلا حياة كريمة، لازم يبقى فعلا في صناعات صغيرة تحل محل 70-80% من اللي انت بتستورديه، ده صحيح. ما عندكيش حل غير كده، وهو ده فعلا اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. طيب احتياجات القرى المستفيدة من المبادرة مختلفة طبعا ومتنوعة، من واقع خبرتك كيف ترى أو تقيم قدرة المصانع على تلبية هذه الاحتياجات؟ معلش أنا هستأذن حضرتك، بس الصانع المصري يستطيع إنتاج تقريبا كل حاجة، ولكن اديله الفرصة، وهو ده اللي النهاردة القيادة السياسية بتعمله. النهاردة بتقولك خدي هذه الأجزاء أو هذه الخامات من المصانع المصرية، خلاص يبقى هو بيدي فرصة للصانع المصري أنه ينتج. قضية أن احنا نعرف نعمل إيه وما نعرفش نعمل إيه، لا احنا نعرف نعمل كل حاجة، بس ادي الناس فرصة، زقيهم في السكة دي وهتلاقي نتائج فعلا مبهرة، وده اللي حصل. انت عندك شباب طالع جديد دلوقتي لما لقى الفرصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة بدأ فعلا يعمل حاجات احنا نفسنا ما كناش مصدقين ان في عندنا شباب يقدر يعمل كده، وده حصل فعلا. فالنهاردة لا تقدري تعملي كل حاجة، تقدري تبطلي تشتري من بره كل حاجة. طبعا انا برضو بتكلم على جمل واضحة، ان النهاردة المشروعات الصغيرة هي مشروعات تكنولوجيا مش عالية، تكلفتها قليلة، يسهل التدريب والتعلم وانتاجها. اذا تقدري تعملي هذا الكلام، قضية انك ما تقدريش تعملي لا اسف، ده هذا الكلام غير وارد. ومعلش لو مش تقدري تعملي انت ممكن تشتري التكنولوجيا، ده سهل. اذا النهاردة ادي بس الفرصة، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي. القيادة السياسية بتدي الفرصة للي عايز يعمل. انا بقول من وجهة نظري ان الشباب النهاردة اللي مش هيعمل مشروع يعني اعتقد هيبقى صعب جدا ان يعمله بعد كده. كل واحد النهاردة عنده طاقة معينة الدنيا بتفتح له عشان يستغل هذه الطاقة ويعمل حاجة. اللي مش هيعمل ما يلومش غير نفسه بقى بعد كده. فإذا أنا وجهة نظري كبمثل قطاع المشروعات الصغيرة وفي نفس الوقت نائب رئيس اتحاد المستثمرين اللي هو بيمثل المستثمرين الكبار، لا بقولك إن فرصة رائعة النهاردة لأي مستثمر صغير أو أي شاب صغير عشان يبقى رجل أعمال في يوم من الأيام ويقدر فعلا يحقق اللي هو عايزه. هو يبدأ دلوقتي كل حاجة مفتوحة بالنسبة له، سواء ماليا، سواء النهاردة القيادة السياسية بتقولك اللي جاي وحش من بره هيقف مش هيخش. طب ودي رسالة لإيه؟ إنك تبدأ تعمل هنا، بديك أهو سبيس، أهو بديك إمكانية إنك تقدر تشتغل هنا وتقدر تنتج هنا. يبقى إذن لازم نستغل هذه الفرصة. اللي بيحصل دلوقتي ما حصلش قبل كده، والله أعلم إيه اللي جاي بعد كده. أنا وجهة نظري النهاردة هذه العام، هذا العام والعام القادم لازم نلحق نستغل هذه المزايا. صحيح. عندك طبعا مش عايز أقعد أتكلم بقول وفوائد البنوك 5% والأراضي المتاحة، ده أنت عندك قانون للمشروعات الصغيرة واللائحة التنفيذية تتيح ليكي انك تاخدي ارض بالمجان، تتيح يعني انك تاخدي طاقه بالمجان. يمكننا القول ان كل الظروف كثيرة مهيئه لتشجيع المستثمرين وايضا التركيز على الصناعات التي نحتاجها بشكل يعني كبير جدا خلال الفتره الحاليه، فتره النهضه وايضا فتره التركيز على التصدير التي تدعمها الدوله بكل ما اوتيت من قوه. اشكرك شكرا جزيلا المهندس علاء الساقط، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطبعا كل سنة وحضرتك طيب. إذن مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة على إكسترا نيوز، ابقوا دائما معنا ونراكم دوما على كل خير.